ده آخر سؤال معانا، ده سؤال الحسم. للأسف الإجابة غلط. فريق مدرسة بيبي بالاس، عندكم إجابة ولا لا؟ هتاخدوا السؤال ده ولا لا؟ لا. مش عايزين تخاطروا بأي درجات؟ لا. طب كنتوا عارفين الإجابة أو شاكين فيها؟ لا. مش عايزين يخاطروا. كده فرق النقط 20 درجة مع ربع العدوية في المنوفية، و30 درجة مع مدرسة بيبي بالاس في الجيزة. والإجابة الصحيحة للسؤال هي 5 مراحل. وطبعا ده بيقولنا ان احنا يعني المشروعات اللي بتحصل في مصر بيكون ليها دايما مراحل كتير، وبتتنفذ على يعني مستويات مختلفة عشان تحقق الاستفادة الكاملة. لوجين، انا حاسه ان انت مبسوطه او هاديه على الاقل، وده شيء جميل. في ابتسامه جميله على وشك، وده يا جماعه نموذج مشرف. تقبل الهزيمه في حد ذاته نموذج مشرف. احنا هنا مش بس بنمثل نفسنا، بنمثل اسرتنا، وبنمثل مدرستنا، وبنمثل محافظتنا. فانا بحييكي على الصوره الجميله اللي انت اديتيها لمحافظه المنوفيه. عملت صورة حلوة قوي لمحافظة المنوفية والمدرستك والفريق، وده الشكل اللي احنا عايزين قائد الفريق دايما يكون عليه، الهدوء والثبات وتقبل سواء المكسب او الهزيمة. كمان عايزين بقى، وقبل ما نقول لهم حاجة هقول لك بس كلمة اخيرة، تستحقي تكوني قائد فريق. يوسف، قول حاجة لوجين. انا مقدر جدا اللي انت وصلتوا له، تعب سنه كامله. وعلى فكره المرحله اللي انت وصلتوا لها دي مش قليله، انتوا في 27 محافظه، يعني انتوا من احسن 27 فرقه في مصر. وانا كمان بحييك يا يوسف وبشكرك على الكلام الجميل ده، وفعلا وصلنا كلنا للمرحله دي ما جاش ابدا بالساهل، وتعب فترات طويله، ولسه اللي جاي احسن. بنشكر الجيزة وبنشكر منوفية بيبي بالاس وربع العدوية، من يعني الفرق القوية جدا، والفرق اللي كان عندهم روح رياضية جميلة جدا.